احنا اتأخرنا كتير في وضع خطة واضحة لتنمية عقل هذه الأمة بعد مرحلة من الدفع الثوري بدأناه في يناير 2011 واستكملناه في يونيو 2013. هنا عايز أقول حاجة، هنا أنا بقدم التحية لأرواح الشهداء اللي راحت في 25 يناير وما بعدها لحد أول امبارح. الشهداء دول من الشباب، شباب النقي، الشباب الطاهر، الورد اللي فتح في جناين مصر، اللي نزلوا وكل همهم وكل هدفهم وكل أمنيتهم في الحياة أنهم يشوفوا مصر حلوة تليق بيهم كأجيال جديدة، يشوفوا مصر اللي في حلمهم اللي في مخيلتهم، مصر اللي في خاطري وخاطرهم. فعشان خاطرهم وخاطر أرواحهم الطاهرة البريئة أنا بقدم تحية لأرواح شهداء ثورة 25 يناير من الشباب. والشباب دول يعني شباب مصري مجرد، ملوش أي هدف غير البلد وبس، جيش وشرطة، لأن التلاتة شباب والتلاتة شباب مصري، وفي الأول في الآخر كلنا مصريين. وإوعوا ننجرف ورا التصنيفات، لأن في الأول في الآخر مصر هي كتلة واحدة. أنا عايزة أقول لحضراتكم حاجة، في صورة جميلة قوي يوم 25 يناير، صورة لميدان التحرير. ميدان التحرير من فوق بعين طائر زي ما بيسموه، هتبص تلاقي ان ميدان التحرير في 25 يناير واعلام مصر بتغطي هذا الحشد البشري اللي موجود كتلة واحدة، وحدة واحدة. ده اثار غيرة واحقاد العدو. العدو زمان اللي هو كان المحتل زمان غير العدو النهاردة. النهاردة الاسلوب اختلف، زمان كان عندك يحتلك بدبابة وطيارة ومدفع ومسدس، النهاردة الاسلوب اختلف. النهارده هيحاربك بالارهاب ببساطه شديده، ده احد وسائل الحرب، هيحاربك بالاعلام، وده سلاح لو تعلمونه خطير. فصعب عليه وغار انه المصريين كتله واحده بالمنظر ده. تعالوا شوفوا النهارده لو قررنا ننزل ميدان التحرير هتبصوا تلاقوا في حاله تشرذم، كتل، ده فلول، ده يناير، ده يونيو، ده اصل جيش، ده اصل شرطه، ده اصل قديم، ده اصل جديد، ده اصله مش عارفه كذا، ده اصل لا. في الاول في الاخر كلنا مصريين، واللي عايز يخرج يغرد بره السرب مع نفسه، كلنا مصريين. والحقيقة أنا عايز أقول حاجة تانية، إن تشكيل مجموعة قيم ناضجة لشعب ما دي حاجة مش سهلة، دي من أصعب الأمور ومش ممكن أبدا تتحقق في يوم وليلة. وإن كانت الثورة ممكن إن يتجهز لها في كام يوم، فمجموعة القيم الحاكمة لأي شعب بتحتاج زمن كبير علشان نقدر إن إحنا نتغير ونغير من خلق وقيم الشعب. ونفتكر ان الشعب الفرنسي مثلا استمر اكتر من 7 سنوات علشان يستوعب فكرة الدفع الثوري في الثورة الفرنسية، ويكون مؤسسات ومعاهد الدولة الناضجة ديمقراطيا، ويبتدي بداية المسار. 7 سنين مش كتير يا سادة، السنين في التاريخ اي دولة او في تاريخ اي امة ده رقم صغير جدا. احنا عايزين كل حاجة تبقى تمام في 2 3 سنين، ده مش ممكن. واللي عايز يغير يبدأ بنفسه، أرجوكم. هو ده، هي دي مصر. هي شايفين بقى كل اللي في الميدان دول؟ هل حد من حضراتكم يقدر يشاور لي هنا مين جيش ومين شرطة ومين مصري ومين كبير ومين صغير ومين طفل ومين مسيس ومين أجندة ومين بيتآمر ومين مش ضد المؤامرة ومين وطني ومين مش وطني؟ دي مصر ببساطة، إذن هي ثورة. شكرك يا أستاذ مصطفى. في الأول في الآخر اللي احنا شفناه هي دي مصر يا حبيبتي يا مصر.